Bonsoir mes chers élèves, j'espère que vous allez très bien. أهلا بكم أعزائي الطلاب لكم درس المرحلة الأولى لبناء الجملة الفرنسية La phrase française La construction de la phrase française يعني يقول معناته بناء الجملة الفرنسية. طبعا طلاب تعرفون الجملة في أي لغة تتكون من عناصر محددة يتم اعتمادها سياقا بالكلام وبالنطق وبالمحادثة وإلى آخره. عندنا بلغتنا العربية طبعا نبدأ بالفعل مثل ما تعرفون، لكن باللغات الأخرى حتى اللغة الإنجليزية نبدأ بالفعل بعدها الفعل. إذن لو سوجي plus le verbe plus le complément. Le sujet نرمز له بالاس اللي هو الفاعل. Le verbe نرمز له بالفي للاختصار. Le complément اللي هو الاوبجي يعني مفعول به تكملة الجملة او المفعول به. طلاب نبدأ باول جزء وهو مهم جدا le sujet حتى نعرف الفاعل ونحدده نعينه. يعني ممكن الفاعل يكون ضمير شخصي pronom personnel les pronoms personnels. ضمائر الشخصية باللغة الفرنسية طلاب هي كالآتي: الضمير جو المتحدث بخومي بيرسون دو سنغولية أنا خومي بيرسون دو سنغولية الشخص الأول المتحدث المفرد تو دوزيام بيرسون دو سنغولية تو أنت أو أنت إيل طلاب على اعتبار حرف الآين قريب إيل هو troisième personne de singulier الشخص الثالث الغائب il هو elle troisième personne de singulier طبعا pour féminin il pour masculin يعني للمذكر و elle pour féminin للمؤنث nous طلاب nous اللي هو première personne de pluriel première personne du pluriel nous طبعا طلاب نقرا نو وليس نوز او نوز نوز لا نو ايضا فو deuxième personne du pluriel انتم او انتن deuxième personne du pluriel المخاطب الجمع انتم او انتن ايضا il طلاب il pluriel او il avec s troisième personne du pluriel il منقول ils لا il مبين هو من سياق الكلام elle هن troisième personne du pluriel elle هن au féminin ايضا ممكن يكون نوم كوما اسم مشترك يعني كيكون اسم مهنه profession étudiant journaliste médecin الى اخره professeur او نوم بروبر اسم شخص اسم علم يعني اسم منادى سواء اسم عربي اسم اجنبي مثلا يعني هاي الاسماء الاجنبيه نيكولاس سيلفي هاي الاسماء الفرنسيه طبعا بالمناسبه يعني احنا اي اسم يجينا في بدايه الجمله يعني حتى نعرف هذا الشيء يعني يعتبر يعني مثلا بنقول يعني مثلا نقول اسم نيكولا اسم نيكولا اسم شنو اسم نيكولا اسم فرنسي طبعا هذا معناته شنو طلاب يعني من ناحية الفاعل يعني يجينا بالجملة كفاعل يعتبر شنو يعتبر إيل يعتبر شنو يعتبر إيل هو يعني يعتبر إيل زين يعتبر إيل بالنسبة إلى هذا الاسم أو أي اسم طبعا يعتبر إيل زين بالنسبة إلى أي اسم يجينا في بداية الجملة فراح يكون مثلا يعني هكذا قول إيل هكذا هو يعني نصرف الفعل وياه نعتبره هو
لو كان اسم مؤنث مثلا نيكول اسم مؤنث، او مثلا ناتالي، يعني الى اخره، فاليري، سيلفي، نعتبره شنو؟ نعتبره شنو؟ ال، نعتبره ال. بس لو كان مثلا الاسم مثلا ناتالي، ناتالي سيلفي، زين، سيلفي. طبعا طلاب هاي الاي، هاي الاي حتى تعرفون شنو هاي الاي، الاي طلاب هاي معناتها شنو؟ معناتها و، يعني شلون بالانجليزي نقول اند، هي اند شي، احمد اند علي، يعني صاروا اثنين هنا، اثنين بنات مؤنث، فهنا راح نعتبر شنو؟ نعتبر البلوريال. لو كان اسم مذكر، اسم مذكر مثلا نيكولا، زين، نيكولا اي، مثلا نيكولا اي غولوم، طبعا هاي اسماء يعني فرنسية، نعتبر اي لبك اس هم. طبعا بالمناسبة حتى لو كان اسم مهنة، تقول لاتيديون، لاتيديون، طبعا لاتيديون معناتها شنو؟ معناتها طالب او طالبة، خلينا نقول لاتيديون، زين، الطالب او الطالبة، يعني نقدر نقول الطالبة، فهنا في الحالة يعني راح نقول، راح نقول هي، نقول ال. بس اذا قلنا لاتيديون، طبعا اكيد هو الطالب في كل الاحوال يعني، او اذا قلنا جمع حولنا، اذا قلنا ليز اتيديون، الطلاب، ليز اتيديون، فبهالحاله حنقول هم، وهذا لازم ننتبه له، يعني الفاعل، او الطالبات، ليز اتيديونت، ال ابيك اس، حتى لو كان يعني طلاب هذا، يعني حتى لو كان اسم جماد، اي اسم غير عاقل، مثلا الوليفغ، الكتاب، طبعا نعرف احنا ليفغ معناته كتاب، الكتاب، حتى هذا يعني اي اسم حتى لو جماد هم نعتبره هو، او خلينا نقول ليفغ الكتب، نعتبرها شنو؟ البلوريال، زين، فهذا الشيء لازم ننتبه عليه بالنسبة للفاعل، زين. المهم بالنسبة أيضا عندنا طلاب، أكو ضمير، ضمير غير شخصي اللي هو اسمه الضمير on، أيضا يأتي في بداية الجملة، هكذا يأتي الضمير on، ها يجي بعد شنو؟ فعل، فعل verb، بعد الon هذا يعتبر فاعل. فهذا الآن طلاب هو ضمير غير شخصي، يتصرف الفعل معه على أساس الشخص الثالث الغائب المفرد، توازيان بيرسون دو سينجولي، إلى وإل، يعني الآن في قلبنا نعتبرها هو أو هي، لكن بالمعنى معناتها نحن، يعني مثلا on، خلينا نقول هكذا مثلا on say، مثلا طبعا هنا تصحيح املائي، فحنقول مثلا الفعل باغلي، راح نصرف الفعل باغلي مع الضمير اون، الاون نعتبره ايل او ال المفرد، ايل او ال المفرد، بس ما يصير نستبدله بالحال، ما يصير اغيره الى ال، لا يبقى اون، بس بقلبنا نعتبره ايل المفرد، نقول اون باغل، القاعدة نحذف الأغ ونضيف on parle français، يعني نحن نتحدث الفرنسية، نحن نتحدث الفرنسية، يعني مثلا هنا إذا قلنا il كذلك نفس الشيء، هو يتحدث الفرنسية، بس من قلنا on هو صح نفس التصريف، بس المعنى مال تختلف، on معنى نحن، زين، لو قلنا إيل أبيك إس
il parle و انت، هم يتحدثون الفرنسية. لان كتصريف الفعل لازم ننتبه على الفاعل اللي نصرف معاه. زين، ايضا لو كان مثل ما قلنا اسم جمادية او اسم يعني مهنة، زين، او اسم يعود للعاقل، مثلا نقول سو غارسون، هذا الصبي، غارسون يعني صبي، سو غارسون. فهنا مثل ما قلنا قبل قليل غارسون او اي اسم اخر نعتبره ايل المفرد او ال المفرد. فهنا هذا الصبي هذا كفاعل، السوجي في محل الفاعل، هذا هنا هذا. فالفعل راح نصرفه مع من؟ مع هذا الفاعل اللي هو الفعل باغلي. على ضوء القاعدة نعرفها، نحذف الحرفين الأخيرين، حذفناهم. فالغارسون مثل ما قلنا أي اسم نعتبره هو إيل، فالقاعدة تقول نضيفه. إذا سو غارسون باغل فرونسي، هاي هو مطيني إياها بالامتحان مثلا. أو مثلا إذا كان جمع سي غارسون، هؤلاء الصبية فراغ فرنسي، اللغة الفرنسية، فهاي نعتبره إيل بلوغيال، إيل بيك إس. فهنا راح نضيف أو أن تي. فطلاب يعني يرجى الانتباه إلى هذا الأمر، يرجى الانتباه الشديد إلى هذا الأمر. زين، أيضا لكن عندنا حالة أيضا نتعلمها بالمستقبل إن شاء الله بالنسبة للفاعل بالمراحل القادمة. طيب، انتهينا من الفاعل تقريبا. طبعا إذا جتني الضمة أرجو أو تو، هاي واضحة، أو نو أيضا، صرف الفعل معها على ضوء القاعدة اللي نعرفها. طلاب، انتهينا من شيء اسمه السوجي، هسه نجي على شنو؟ لوفير. لوفير وهو الحلقة الرئيسية ببناء الجملة، لوفير دو بروميير جروب. قبل ما نقول لوفير دو بروميير جروب، نقول تقسم الأفعال باللغة الفرنسية طلاب إلى تغوا جروب ثلاث مجاميع، ويتم تصريفها في زمن الحاضر اللي هو لو بريزون. البخيزون هو الزمن الحاضر المضارع، تصريف الاعتيادي للفعل، زين، حسب مجموعة الفعل. فهنا نتكلم على ثلاث مجاميع في اللغة الفرنسية بشكل عام. نجي على les verbes du premier groupe. les verbes du premier groupe، طلاب شنو أفعال المجموعة الأولى؟ شلون نعرف هذا فعل المجموعة الأولى؟ نعرف أنه هذا الفعل إذا كان ينتهي مصدره بالحرفين أو أغ يعني إي آر، أغ، مثل طلاب إكزام، مثل فعل أغيبي، طلاب في هاي اختصار لفعل أغيبي. طلاب من نلفظ الفعل الأو أغ صير هيجي يعني هكذا، نقول أغيبي شانتير، لا، أغيبي شانتي بارلي أبيتي رينكونتري و اتسترا يعني إلى آخره. أغيبي معناه يصل، شانتي يغني، بارلي يتحدث، وابيتي يسكن، ورينكونتري يقابل. طلاب هذا الار لفظ خاء اللي قبل حرفته رينكونتري، والى اخره. طبعا عندنا كثير من الافعال المجموعه الاولى نتعلمها بالمستقبل. فطلاب بالنسبه الى المجموعه الاولى نحددها عن طريق نهايه جذر الفعل بالحرفين او طلاب إن شاء الله يكون الشرح واضح ومفهوم، ونكمل شرحنا بفيديوهات أخرى ومحاضرات أخرى إن شاء الله، يكون الفائدة للجميع. وأتمنى لكم يوم سعيد، والسلام عليكم.